بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد عبد الرحمن من جيف إكس أكاديمي دوت كوم. النهاردة هنكمل كلامنا على الأرنولد وهنتكلم على البلاستيك ماتيريال. وفي كونسبت بحب أحكيه في الأرنولد اللي هو نفس الكونسبت اللي أنا بشتغل بيه في الريفليكتنس بتشانل في سينما فوري. من يمكن امتع الحاجات في شغل الماتيريالز عموما هي الليرات، اللير سيستم. انت تعمل لير سيستم، اللير سيستم ده بيديك فرايتيز كتيره قوي. بيديلك اولا ان احنا بناخد، ممكن تاخد اكتر من ريفليكشن، تاخد اكتر من ديبث، اكتر من ديتيلز في البامب او حاجه زي الديسبليسمنت، تاخد اكتر من لون في حاجه زي الديفيوز وهكذا. شغل الليرات من الشغل اللي بيدي مساحات كبيره قوي للشغل. فارنولد الموضوع سهل بس طويل. يعني سينما انت بتحط الشيدر وبتبدا تشتغل في الشيدر وتعمل بلند مود بينه وبين اللي تحته او بينه وبين اللي فوقه، فبتاخد اللي انت عايزه. ممكن تعمل ماسك، اما انك تشتغل باللير ماسك او انك انت تشتغل بالالفا او تشتغل بالليفر او تشتغل بالفيرتكس ماب، ودي احلاهم بصراحه. تعالوا الاول ما نتكلمش كتير ونخش في الماتيريال بتاعتنا. انا عندي البلاي ستيشن باد، وهنا واخد الخامه الستاندرد اللي هي دي. لو فتحنا دبل كليك ورحنا على الاوبن نتورك اديتور، هيدي النتورك اديتور في الناحيه دي كده كده، واصغر دي 50%. طبعا محتاج اشغل الاي بي ار واصغرها بالشكل كده عشان نبقى شايفين الدنيا ده. نقفل ده وتعالوا نتكلم. مبدئيا انا عندي ستاندرد شيدر، ده شيء تمام، لكن انا عايز، عذرا نقول انا عايز اروح تاني، اروح للكالر وهغير الكالر للون ده، ولو ما بحبوش. انا قلت ما انا ما بحبوش، تمام، بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا في الويت انا ممكن اخده يعني سنه لورا شويه، هسيب الروفنس في خامه زي البلاستيك عشان اخد رياليتي بصراحه. بالمناسبه صحيح، مش معنى كلمه بلاستيك ان هي ما بتشتغلش الا للبلاستيك، لا، خامه او معنى البلاستيك شيدر بيشتغل لاي سطح ملوش طبيعة خاصة، خزف، خشب، بلاستيك، جلد، ليذر، كلوز، كل الكلام ده يخش تحت خامة البلاستيك. الميتال طبعا شرح نفسه، بلس او ترانسبيرنسي شرح نفسه. فمتعودش نفسك ان كلمة بلاستيك لما تتقال تحصر نفسك انك انت تعمل حاجات بلاستيك. علشان الخامه دي تاخد شكل كويس انا عايز افعل السب سيرفس كاترينج، بس ده هيبقى على حساب وقت الريت. لو احنا فعلنا الباك لايت هنعمل فيكينج للسب سيرفس سكاترينج، بس انا مش هعمل حاجه تانية اكتر من كده. نيجي بعد كده للسبيكيولر نيجي للسبيكر. اظن معروف وامره سهل. عايز اروح بس للريندر سيتنجز، خلي البروسي قليله شويه عشان وقت الريندر، وفي الاوتبوت انا شغال تمام. هروح في السبيكر وهعلي الويت شويه بحيث اخد ريفليكشن. زي ما اتفقنا المعادله بتاعتنا الاثنين دول ما يزيدوش عن الواحد، يعني انا ممكن اطلع كده وابقى تمام قوي، بس كده مش نافع.
كده ممكن تعملها في حاجة زي الكروم. لكن في حالتنا احنا هنستخدم الفرنال، الفرنال عشان يدرج الريفليكشن زي ما اتفقنا. ده ينزل شوية، ولو عايز اتحكم في الفرنال بدرجة كويسة، للأسف الريفليكشن ما فيهوش اي او ار، لكن الريفراكشن في اي او ار. هنا اللخبطة شوية. الريفراكشن في العادة بيتقال على الجلاس، لكن في الحالة دي الاي او ار ده ماسك الريفراكشن للجلاس وماسك الريفراكشن او ماسك الاي او ار للريفليكشن. لو قلنا 0.6 تمام، هنلاقيه بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو رحنا للسبيكلر وخدنا الروكنس ورا شويه، انا مش عايز ده يبقى رف، انا عايز ريفليكشنز شارب، عايز شارب ريفليكشنز. في حاجه مهمه قوي عايز اقول لكم عليها في المايكرو فيسد ديستريبيوشن. احنا شايفين هنا دي جي اكس وتحته البيكمان. الفرق لو جينا عملنا رندر، ارجع لكم بعد الرندر، هو مش هيطول بس ارجع لكم بعد الرندر. معنا من كواليتي الرندر، الكلام ده جاي من الكاميرا، لكن زي ما احنا شايفين، تعالوا ندقق شويه هنا في الحتت اللي فيها سبيكلر. لو احنا زي ما احنا شايفين السبيكلر فيه فيد، يعني طالع من شارب وطالع على فيد لبره. طيب تعالوا بقى كده نروح للماتيريال ونقلب بس من جي جي اكس لبيكمان، تمام، وهرجع اعمل رندر مره ثانيه. دي الصوره اللي مترندره بالبيكمان، لكن لو بصينا للجي جي اكس هلاقي فيد، يعني السبيكلر او ريفليكشن ما حصلوش كات اوت. يعني لو احنا رحنا هنا ورجعنا هنا، هي ما اعتقدش انها باينه، هي تبان في الحتت اللي فيها حته زي دي، حته زي اللي فوقها، تمام، تبان فيها. عموما فرق مش جامد، بس حبيت اقوله. نرجع ورا تاني، وهنا ما اعتقدش ان في اي كلام في الشيدر، اللهم الا لو عايز تحط سب سيرفس سكاترينج ممكن تحطها، لكن زي ما احنا قلنا انا حاولت ان انا اشتغل عليها بالباك لايت. هنلاقي اللون ده قفل شويه، تمام، خلينا كده. برضو الديفيوز دايركت والاندايركت ممكن يقوم بمقام الموضوع. عموما مش عايز اطول في القصه دي، تمام، لكن انا عايز اروح هنا. اولا انا زي ما قلت انا عايز اخد مالتي لاير، عايز اخد مالتي ريفليكشن، بمعنى عايز اخلي مثلا الريفليكشن على الايدجز يبقى بلر وجوه يبقى شارب، او جوه شارب وعلى الايدجز يبقى بلر. عموما الموضوع ده كان، لو الناس اللي خدت معانا كورس اللايتنج والماتيريالز في الاكاديميه، او الناس اللي شافت حتى السلسله الفري بتاعت ريفليكت كانسيت شانل في جي اف اكس اكاديمي دوت تي في، اعتقد مروا بالموضوع ده. في الريفليكتنس كان سهل جدا اروح هنا واحط لاير واثنين وثلاثه واشتغل على كل واحده وبعدين اعمل بلند. الكلام ده في ارنولد موجود بس بشكل غير مباشر. ازاي؟ احنا عملنا هنا ستاندرد شيدر. لو دبل كليك على في الستاندرد شيدر، لو رحنا في البيزك وليكن انا هسمي ده شارب ريفليكشنز، تمام، وليكن بالشكل ده كده، وهروح للشارب ريفليكشنز وهخلي الكالر يعني رايح لنفس اللون شويه، تمام، خلصنا من ده. ده كده هاخد منه فابليكيت من نفس الشيدر، بس الشيدر ده انا هخلي مفيش حاجه الروف فيها، لازم يبقى في حاجه كده. هروح لده والمره دي انا هرفع الروفنس، طبعا هضغط
Alt W V عشان اوديه ل البيوتي باث، وهزق الروكنس قدام شويه. تمام، هو مفيش تغيير ولا انا اللي بيتهيألي؟ اوه انا برفع الرف، اسف، انا برفع الرفنس بتاع الديفيوز، متاثر جدا 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 جدا، هرفع الرفنس بتاع بتاع ده، هزق ده كده بالظبط كده بقى مور رف، وممكن نقول مور ريفليكشن. طب ونخلي ده يروح الابيض كده، احنا عملنا مستويين للريفليكشن. تمام، واحد شارب ريفليكشنز، وافتكر ان انا هروح هنا واخد الروفنس دي لورا شويه، ولو جينا عملنا Alt W V هنلاقي فرق كبير قوي بين بين الاثنين كده سنة كمان. تمام، بالشكل ده عايز انا ادمج المستويين دول. لو عملنا Alt W V عايز ادمج المستويين دول مع بعض. مفيش في الستاندرد شيدر لايرز، لكن في الارنولد لايرز. بصراحة انا محتاج ان انا اعلي الكاميرا لان انا عندي تفاصيل كتير، بس بصراحة هعلي الجلوسي مش عايز اخد وقت طويل. عشان ادمج الاثنين دول مع بعض هروح اخد لير، هو ده اللير شيدر بتاع الارض. اللير كلر جاي من تحت لفوق. لو احنا جينا مثلا هنا وقلنا ان layer 1 هنخليها اصفر، و layer 2 مثلا هنخليها orange. لو احنا خدنا ده وحطيناه كده اصبح هنا اللي واخد الكالر هي layer 1. هتقول لي طب ليه layer 2 مش واخده؟ layer 2 الالفا بتاعتها بزيرو. لو احنا عملنا كده هلاقي لير 2 بدا يحصل بينها وبين لير 1 بلند. البلند ده انت ممكن تشتغل فيه زي فوتوشوب بالظبط، سكرين واتيفر بقى، طبعا الكلام ده كله شرح نفسه. بس انا مش هشتغل بالقيمه دي، انا هخلي ماسك هو اللي يعمل بلندنج بين لير 1 ولير 2. في ماسكس كتيره جدا، لكن انا هشتغل بطريقه حلوه قوي، ممكن تشتغل بايمج لو عايز، لكن انا دايما بحب اشتغل بشويه النودز اللي الارنولد اللي بنديها، بصراحه شغل حلو قوي يعني. دي هنسميها اعتقد دي البلر، مظبوط، دي هتبقى الرف ريفليكشنز. عشان نعمل الماسك عايزين هنا ممكن نعمله بايه؟ ممكن نعمله باليوتيليتي نود. النود دي تحفه اصلا، لو فاكرينها اليوتيليتي نود لما نوصلها كده تمام كده ما فيش حاجه، لان اليوتيليتي نود اصلا بالوضع ده واخده ال ان دي او ان دوت اي، فان دوت اي هتديني ابيض واسود. لو انا عملت امبت اوكلوجن ديستنس ما فيش اي حاجه. طب انا هستفيد من الابيض والاسود؟ هستفيد ان يبقى جوه بلر وبره مش بلر، او العكس زي ما هنشوف. ممكن تجرب حاجه تانية لو انت عايز، انا جربتها اشتغلت يعني كويس، انها تدي امبيانت اوكلوجن.
امبنت اوكلوجن بقى مش هيجي بره وجوه، امبنت اوكلوجن هيشتغل على الحتت اللي ما فيهاش، او الحتت اللي زي دي كده، دي هتبقى بلارد او شارب، والحتت دي هتبقى يعني واحده خلاف الثانيه. لو احنا جينا عملنا كده هلاقيها بالمنظر ده. الاوفرلاي مود مفيش حاجه، الكالر مود هنا معموله كالر، هسيبها زي ما هي، لان لو نقيت اي حاجه من دي هيدي الوان مختلفه، وانا عايز اشتغل على ابيض واسود، فانا هسيبها كالر. ممكن تشتغل على الامبت اوكلوجن على فكره، وممكن تشتغل على ان دوت اي ونستغل الفرنيل ده، حاجه كده شبيهه بالفرنيل. طب انت عايز تعمل اكزاجيريت للايفكت، عايز تزود او تتحكم في الابيض والاسود، تطلع ده قدام ترجع لورا. الموضوع سهل. سهل ازاي؟ عن طريق ان احنا نشتغل بحاجه ابيض واسود ونبصيها لدي. ابيض واسود؟ ممكن مين يشتغل معاك؟ لو نفتكر الار جي بي رامب او الفلوت. انا هشتغل بالفلوت. ليه بالفلوت؟ انا مش عايز ازود الوان، الار جي بي هتديني الوان. انا كل القصه بس انا عايز اتحكم في الشيدر ده. تمام؟ فانا عايز اروح لرامب فلوت واحط في طريقه ثانيه على فكره، لو انت مسكت الت وسحبت فوق دي هيقول لك انسرت افتر، افتر يعني هحطها هنا، هحط انسرت افتر وهقول له وصلها لي في الانبوت بتاعتي. اصبح كده انبوت اليوتيليتي او اوتبوت اليوتيليتي في انبوت الرامب فلوت. هنا بقى رامب فلوت ممكن نقول له شو عشان نشتغل على الكيرف ده براحتنا. بص كده، لو احنا مش عارف مين تحت ومين فوق، ده كده الابيض، ده كده الابيض، اما ده فالبلاك او الاسود. لو احنا خدنا مثلا عملنا ده كده ورفعنا الابيض لفوق سنه، تمام. الفكره ان انا عاوز اخد اسود وابيض. انا بجرب عشان اشوف الكيرف ده ظروفه ايه. لو انا خدت دي تحت خالص رجعنا هنا بالاسود، ولو انا خدت دي فوق رجعنا بالابيض. عايز اسود، هروح لليوتيليتي. ومتهيألي كده والله أعلم هجرب في الأمبيرت أوكلوجن، أزود الديستانس بتاعته وأرجع للفلوت. الأمبيرت أوكلوجن أحسن بكتير. يعني على الأقل أنا هنا عارف أشتغل في الأبيض والأسود زي ما أنا عايز. هي دي تاخد سنة وقت بس هتدينا نتيجة كويسة. مش عارف الاي بي ار عندي بيستنى شوية على ما يقبض. تمام.
اطلع لتحت مثال كده. انا هشتغل عليها بالشكل ده. يعني حتى العب فيها شويه لغايه ما بقت بالشكل ده. على كل، احنا هنثبت على هنا تمام، وهنشوف دي هنحطها ماسك ازاي. هنروح الاول عشان نعرف رسمه من رجلين. لو احنا خدنا ده المفروض الماسك بتاعنا. الاول تعالوا نشوف الواننا هتبقى فين. لو احنا على سبيل المثال رحنا لده وسحبنا ده كده، حطيناه في الفا لير 2 طبعا، لان الفا 1 ما فيش تحتها حاجه، لكن لير 2 هتاخد اللي تحتها زي ما انتم شايفين تمام. لو احنا خلينا اللون ده لون تاني مختلف، هنلاقي تدريجه الريفليكشن هتبقى بالمنظر ده. لو احنا كده بصينا بقى هنا وسحبنا ده كده مثلا، هبقى انا كده الاصفر في حته والازرق في حته زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. ممكن نرفع الكيرف، الكيرف ده اعتقد ما بيأثرش بأي حاجه هنا نهائي تمام. ناخد ده كده، اعتقد هما الاثنين دول اللي هيأثروا لو نزلنا كده او طلعنا كده. اذا هو بالكيرف ده او بالفلوت بالفلوت رامب انا اعرف اتحكم كويس قوي في مكان الريفليكشنز اللي انا عايزها. لو خدنا دي كده وخدنا دي، خليناها شارب لتحت تمام، وطلعنا بدي فوق شويه وطلعنا بدي كده شويه تمام. هجيب الاصفر مكان ما انا عايز على الاطراف بالشكل ده. معلش هي ممكن تكون مملة حبتين بس مهمة جدا بصراحة. لو احنا خدنا الاتنين دول وزقينا الكيرف كله لفوق كده، الاصفر في حته والازرق في حته. طبعا انت حر بقى، عايز تتحكم في ده ماشي، عايز تتحكم في ده ماشي، زي ما انت عايز. انت جرب فيها زي ما تحب. انا زقيت الكيرف لجوه شويه بحيث يبقى في تناغم احسن ليه او توزيع الماتيريال كده. عرفنا رسمه من رجلينا، عرفنا الاصفر فين والازرق فين. طيب احنا كده عايزين مين بقى؟ احنا عايزين اللي فيه بلر مكان الاصفر تمام، اللي فيه بلر اللي هي الراف. اذا الراف دي هتروح للاير 1 والتاني طبعا هيروح للاير 2. يعني اعتقد كده بانت قوي، بدل ما تلخبط نفسك وتقوم رامي الليارات، لا خليك على الالوان الاول. خلصت الالوان وظبطت حالك خلاص، اشتغل تمام و 100 100. عايز تعمل توزيعه للموضوع ده بس بشكل راندوم، يعني انا اشتغلت هنا على الطروف وعلى جوه. طب انت عايز الموضوع يبقى فيه توزيع عشوائي للرفنس والريفليكشنز، ممكن ببساطه هي مش دي اللي ماسكه الالفا صح؟ هات هنا، تعالى هنا وقول له ايمج، وارمي ايمج وتعالى للايمج واختار اي، اكتب في جوجل ديرت ماسكس بلاك اند وايت تمام. هات مثلا حاجه زي ده تمام. وهات يا سيدي ميكس نود، ودي دي لانبوت 1 وودي دي لانبوت 2. لو احنا خدنا الميكس نود
حطيناه هنا هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا هما بنسبة النص يعني، فأنا عايز أخلي الـ UVs بتاعت الـ image متكررة بقت مش ظريفة. مش ظريفة ليه؟ أكيد هنا دي مطبقة نازلة كيوبيك، لا يوفي مابنج. طب خلينا كيوبيك، تمام. شوف كده لو عملناها اتنين، عملنا الاتنين. للأسف الصورة مش معمولة تايلينج، بس تمام. نيجي بعد كده، طبعا هي هنا 0.1، لو عملناها 0.5 بقى هنلاقي اندمجت دي معانا. لو خدنا دي طبعا، معلش انا الكلام ده مش معمول له يوفي طبعا، واحنا مطبقين الماتريال اي كلام، بس هي الفكره ان انا كده لو خدت دي حطيتها هنا للفا 2 او لير 2 الفا، وخدت دي هنا كده، دلوقتي بقى في راندوم، حتت فيها بلر، حتت ما فيهاش، حتت فيها ميكس بين الاثنين. لو جينا عملنا ريندر، اوقف الاي دي ار واعمل ريندر وارجع لكم تاني، لو جينا نشوف الفرق هنلاقي الفرق فعلا كبير بين الخانتين، ده وبعدين ده اهو زي ما احنا شايفين. بقى كده عندنا كذا مستوى من الريفليكشن، ده بيدي رياليتي اعلى بكتير جدا. بسرعه كده علشان ما عادش في وقت اصلا، يا رب ما يقفلش عليا. بس هنعمل بامب، هناخد بسرعه كده، بسرعه بسرعه بامب تو دي، وهقوم واخد دي رميها في الشيدر ماب، وهاخد دي احطها هنا يا حاجه او دبليو في، تمام. وبسرعه بسرعه 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 هاخد ايمج نود، واحط الايمج نود دي في البامب ماب، والايمج نفسها هاخد مثلا وليكن ايمج زي دي، واقوم جاي عامل بالشكل ده كده. لو جينا نبص على الاي بي ار هلاقي الدنيا فيها اختلاف في البامبنس، ممكن يكون البامب جه عالي شويه، جه عالي كتير مش شويه، ده الدغدغه. هروح هنا واخلي دي 0.2، مجرد انك انت تدي imperfections للصفحه بتاعتك، حاجات بالشكل ده، ممكن هي حتى كده كتيره كمان لو قلنا 0.5%. نصيحه طبعا، بس ما فيش وقت ان انا اعملها لان خلاص المحاضره هتخلص. اعمل بامب باللايرز، يعني هات لاير تكون ابيض واسود بس على مساحه، اعمل نويز حتى وخليه بحجم كبير بحيث يدي امبروفيكشنز على مساحات كبيره. بعد كده حط ميكس نود وحط معاها صوره زي دي واعمل لها ريبيت بحيث يدي البامب الصغير. يبقى انت كده اشتغلت على الاثنين مع بعض، واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.